والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جمعية الثقافة الإسلامية في سنة 2013 أكملت 40 سنة من عمرها، تأسست 1973. أولا كان عملها صغير محدود للغاية لقلة الإمكانيات، والبداية دائما كتكون بسيطة، ثم كما يقول المثال أول الغيتي قطر ثم ينهمر. دائما الأساس اللي تمنت عليه الجمعية هو مساعدة الفقراء، مساعدة ناقصي التعليم من الأميين وغيرهم، ورتبت لذلك دروسا لمحو الأمية للكبار، وأسست حضانة للصغار، جاء بالحضانة. تطور هذا الأمر إلى روضة أطفال، إلى مدرسة واحدة، إلى مدارس، إلى إعدادية وبعدها ثانوية إن شاء الله. الأيتام بدأنا في أوائل الثمانينات بكفالة ثلاث أيتام، ثم تطور مع هيئة واحدة، ثم تطور الأمر إلى 10 إلى 20 إلى الآن وصل العدد إلى 1800 يتم مكفول. هذا أهم نشاط الذي تقوم به الجمعية الآن، هي كفالة الأيتام. الهيئات التي تتعاون معنا في هذا الشأن هيئة متعددة، بعضها من الكويت وبعضها من المملكة العربية السعودية، وبعضها الآخر من داخل المغرب، من دار البيضاء ومن الرباط وطنجة وتطوان بالطبع. الشيء الذي نكفله للأيتام هو يعني أجرة أو مكافأة أو مساعدة، قل مساعدة شهرية، ثم من الناحية الصحية نكفل لهم الدواء وعلاج الطبيب، وإذا اقتضى وهناك عيادة للأسنان، وإذا اقتضى الأمر عمليات صعبة نلجأ إلى الرباط بمساعدة بعض المحسنين، فتكون عمليات تتكلف الملايين يتكفل بها أهل الجود وأهل الخير، فلا نؤدي إلا ثمنا رمزيا في هذه العمليات. ثم في كفالة الأيتام يستفيدون من كسوة كاملة بحذائها في زمن معين، والغالب يكون هذا الزمن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم المحفظة المدرسية كما رأيت اليوم، محفظة مدرسية على حسب مستوى كل يتيم ويتيمة، بعضها يكلف نحو 200 درهم وبعضها يزيد على 1000 درهم من كتب ودفاتر وأقلام ومواد ومحفظة وغير ذلك. الآن وزعنا في هذا اليوم 1400 محفظة تم. القسمة الكبرى من هذه المحافظ هم الأيتام الذين تكفلهم بيت الزكاة. بيت الزكاة يكفل تقريبا 1000 يتيم، ف1000 يتيم تمتعوا بهذه المحفظة يعني تقريبا كاملة. ثم لنا شيء آخر، وأن اليتيم لا نتركه يدرس لوحده، يعني نعرف أن أمه تسترزق أو تعمل
وليس لها وقت لمتابعة دراسة ابنها أو بنتها، فلنا مشرفة على كل 100 يتيم أو 90 مشرفة تتكفل بهذا بمراقبة هذا اليتيم، هذا هؤلاء الأيتام. كيف تراقبهم؟ تذهب على كل فترة معينة إلى المنزل، تراقب مكان نومه وشروط صحية المتوفرة في المنزل. ثم لها شيء آخر، هو أن المدرسة التي يدرس فيها هذا اليتيم لنا اتفاقية مع نيابة وزارة التعليم في تطوان أنه مسموح لنا للمشرفات مشرفات الجمعية بالتردد على هذه المدارس لمراقبة الابن أو البنت اليتيم، هل يحضر باستمرار، هل له عوائق نفسية، هل ينجح أو لا ينجح، إذا كان لا ينجح ما هي الأسباب نعالجها. هذا حتى كما رأيت اليوم أصحاب النتائج الجيدة نعطيهم الجوائز على حسب اجتهادهم، والآخرين نحثهم على الدراسة باجتهاد. شيء آخر نقوم به هو في رمضان هناك مشروع إفطار صائم يستفيد منه غير الأيتام بكثرة، واليتامى لهم تفضيل في الاستفادة من هذه المساعدة الرمضانية، سواء منها المواد الجافة أو المواد أو الأكل المطبوخ، الطعام المطبوخ. هذا ما يتعلق به. ثم هناك شيء آخر، الأمهات أمهات الأيتام يستفيدن من الناحية الصحية، يعني لهن الحق في أن يعرضن على طبيب المؤسسة، على طبيبة المؤسسة، وهي عندنا دكتورة واحدة إكرام تراقب يعني حالة صحية لهؤلاء الأمهات، فإن احتاج الأمر إلى دواء أو إلى علاج بسيط فلها ذلك، وإن احتاج الأمر إلى إجراء عملية وفحوصات وذلك فتتمتع بذلك، ولنا مشرفة خاصة بأخذ بمرافقة هؤلاء الأمهات إلى المستشفيات سواء في الرباط أو في طنجة أو في غيرها. هذا ما يتعلق بالأيتام. هناك نشاطات، هناك شيء آخر تستفيد منه الأمهات هو دروس في كل يوم أحد، فتعطى دروس توعية في يعني في السير العادي كيف يكون، في مراقبة الأبناء كيف تكون، في الطبخ نقدم لهن معلومات في الطبخ جيدة، في المحافظة على النظافة، وثم نحفظهن بعض الآيات بعض الصور الصغرى، ونتحفهن ببعض الأحاديث النبوية لحفظها، فيكون ذلك التأثير على الأم، والأم بصفة غير مباشرة على اليتيم. هذا ما يمكنني أن أقوله في حق الأيتام.